حياكم الله، حلقة جديدة واستثنائية من الراصد. مساء الخير. في الغالب وفي غالب الأخبار السلبية خلتنا نقول أنه المطر في تجي معاه مشاكل في المدن، خصوصاً اللي ما تصرفت بشكل إيجابي. بعدها نروح للأمانات نتهاوش معهم ونقول تراكم ما تجاوبتوا مع الناس، ونجيب تصريحاتهم السابقة ونقول ليش ما حلتوها. الجانب الآخر، لازم نعرف أن المطر دايم يخلي نفسياتنا حلوة، يعني تطلع الشوارع والكل طالع للبر والجميع يستانس بالسيول. المهم أنه دايم نشوف التذمر بس في تويتر، في الشارع نفسيات مختلفة وتفتح النفس. حلقة اليوم استثنائية، حاولنا نجيب كل أمانات مدن المملكة ونسألهم الأسئلة اللي تدور في بالنا جميعا. حياكم الله. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له. قبل سنة من الآن يوم الثلاثاء في الرياض هطلت أمطار غزيرة، كانت مصحوبة برياح قوية وزخات من البرد، هذا أدى إلى غرق عدة طرق وتقاطعات حيوية. المرور حذر من وجود تجمعات مائية في عدد من الشوارع في الرياض، مخرج 7 باتجاه الشمال والجنوب، ومخرج 2 بالدائري الشمالي. ينضم لي هنا في الاستوديو الدكتور العقيد سعد بن سعيد القحطاني، مدير إدارة إعداد المواد في الإدارة العامة للتوعية الوقائية بالدفاع المدني. حياك الله. الله يحييك. نتكلم على التجهيزات اللي عند الدفاع المدني، تجهيزات كبيرة جدا، دائما تكونوا موجودين في كثير من الحوادث اللي الله لا يجيبها يا رب، لكن ليتك تكلمني عن التجهيزات اللي عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أشكر وأقدر استضافتكم لي الليلة. الحقيقة المديرية العامة للدفاع المدني لا تعلو جهدا، خاصة في مثل هذه الأيام وفي هذا الموسم، بأنها تقدم ما لديها. لدينا الحمد لله تجهيزات كبيرة. حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين لم تبخل على الدفاع المدني مثلها مثل أي قطاع من جهاز من أجهزة الدولة. لدينا إمكانيات بشرية وآليات، ونعمل جهدنا، ولدينا أفراد وضباط مدربين ويعملون على مدار الساعة في مثل هذه الحالات. نحن على استعداد تام، لدينا خطط طويلة المدى ولدينا خطط تفصيلية لمواجهة مثل هذه الحوادث. لدينا 13 مديرية على مستوى مناطق المملكة، إدارات وفرق تباشر الحوادث يعني بالدقيقة وباللحظة. أيوة. نتلقى بلاغات كثيرة. إيه؟ نعمل جهدنا في الإنقاذ وفي العمليات التي يحتاجها سواء المواطن أو المقيم. طيب، لما يقولون في أخبار أنه في مطر، أنتوا عندكم خطة طويلة، لكن في عندكم احداث، انتم فرضا تكون انه بكره او بعد بكره في مطر، صحيح؟ وش تسوون في كل، انا اتكلم على الرياض فرضا، جده، يعني كل مدينه يكون لها خطه مستقله عن الاخرى. اكيد طبعا. وش الخطه؟ زي ما قلت لك، المديريات الدفاع المدني منتشره على مستوى المملكه. ايه؟ كل مديريه لها خطه، طبعا فيها لجان تعقد. الدفاع المدني لا يعمل منفصل. ايه؟ لا، الدفاع المدني يعمل بالمشاركه مع جميع اجهزه الدوله التي لها علاقه في تنفيذ اعمال الدفاع المدني. ايه؟ وهذا نص عليه نظام الدفاع المدني واللائحه التنفيذيه لمهام الاجهزه الحكوميه. في حاله الطوارئ او الكوادر لا قدر الله، تجتمع اللجان هذه، سواء اللجان الرئيسيه تجتمع برئاسه سمو امير المنطقه، في لجان فرعيه برئاسه المحافظ او المحافظ المدينه او المدير مع جميع الاجهزه المسؤولين الاجهزه الاخرى، وفي لجان فوريه
يطلبها مدير الدفاع المدني في المنطقة في حالة الكارثة، ويجتمعون ويقررون ماذا يعملون، أو إذا مواجهت أي خطر كان. طيب طبعا إذا كان الحادث كبير لكن في الأمور مرتبة والخطط موجودة ويعملون عليها. طيب ليش نوصل لمثل هذه الصور؟ والله هل احنا يعني إذا شفنا السيل طمرنا فيه؟ والله أنا ما ودي أني أحمل المواطن يعني، لكن أنت عطل اللي أنت تشوفون. أي احنا نشوف طبعا، احنا المواطنين طبعا يختلفون، يعني يختلف الثقافات. احنا دائما الدفاع المدني في حالة الأمطار الفرق الميدانية موجودة وتنبه عن الأماكن اللي موجود فيها الأمطار، وتحذيرات من عدم الدخول في هذه الأماكن، وتحذير، وعندنا وسائل التواصل الاجتماعي. عندنا منصات كثيرة وسائل التواصل الاجتماعي. جميع التعليمات والتحذيرات موجودة فيها بالساعة، نأخذ بلاغ من حماية الأرصاد والبيئة، إذا كان في أمطار أو سيول أو عواصف في أي مكان نحذر ونقول المواطنين إيش اللي بيصير. هذا طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب أنتم كنتم من أول عندكم رسائل، أنا أذكر أحيانا أنه لا تنزلون، يعني لا تروحوا مكة. صحيح. ترى الوضع الآن صعب جدا. صحيح. إحنا يا الله مسيطرين. صحيح. عندنا عمل، عندنا ما كنا قلت شوي اعتمدتوا على تويتر كثير؟ لا أبدا عندنا يعني إحنا الدفاع المدني نعمل على شقين. ايه؟ خطط للمواجهة الميدانية وتنفذها الفرق الموجودة في الميدان. عندنا خطط توعوية. أيوة. قبل الحدث. ايه؟ عن طريق عندنا طبعا الإدارة العامة للتوعية الوقائية لديها بروشورات ولديها كتيبات ولديها مطويات، ننشرها طبعا سواء على مواقع الدفاع المدني أو حتى يعني تسليما طبعا وزارات التعليم للأجهزة المعنية. ايه؟ لدينا وسائل كثيرة في عملية إيصال التوعية للمجتمع. أنتوا يجيكم أنه الجو بيكون سيء تأخذون من الأرصاد ولا لا؟ أكيد. طيب أنتوا ما تجون تحذرون تقولون ترى يا وزارة التعليم ترى انتبهوا ترى الوضع مرة سيء؟ لا أكيد في يكون يعني بينكم؟ في تواصل طبعا، زي ما قلت لك أنا إحنا لا نعمل بمفردنا. ايه؟ نعمل جميع طبعا الجهات المعنية بتنفيذ التعليم ولا التعليم ولا انتم تنظرون التعليم؟ لا التعليم. بس انتم تجون تحذرون؟ طبعا احنا التحذير ترصد تجينا تحذيرات من الارصاد ومنحذر التعليم ومنحذر الجهات الثانيه، والارصاد اصلا تعمم تحذيرها على جميع الجهات. ممتاز. انا معي هاتفيا من الرياض الاستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم. حياك الله اخوي مبارك. حياك الله عبد الله، مساء الخير لك ورساله العقيد. حياك الله. الاليه من اول كانت واضحه، الحين الاليه شلون نعلق الدراسة؟ إذا صار في أمطار كيف نقدر نعلق الدراسة؟ هل إدارات التعليم تقدر تعلق الدراسة؟ لا هي لازم الوزارة؟ لا هي الآن ترى واضحة أكثر منها قبل عبد الله. قبل كانت الوزارة هي التي تتولى الإعلان عن تعليق الدراسة في مناطق تعليمية أو حتى المحافظات، بعد ما طبعا دراسة واسعة حقيقة وشاملة مع الجهات التي أشرنا ساعة العقيد فالدفاع المدني والأحوال الجوية والصاد وأيضا القطاعات حتى المرور أيضا له علاقة بهذا الأمر. أصدرت الوزارة دليل إجرائي، دليل إجرائي هذا يمنح صلاحية تعليق الدراسة لمديري التعليم. فصدر ومنذ ما صدرها طبعا حالات تعليق الدراسة أحيانا قد لا تكون مطر، قد تكون أيضا تقلبات جوية أخرى، قد تكون ظروف مختلفة. فوضع أكثر من 22 آلية في هذا الدليل واضحة تفند وتحدد فعلا الحالات التي تعلق الدراسة، وحتى يكون أيضا القرار سريع ومتواصل من المعلومة. أصبحت وزارة التعليم أيضا من خلال طرفيات إدارة التعليم العامة أو إدارة التعليم في المحافظات، ومن خلال اللجان التي أشار لها سعادة العقيد هي أيضا عضو فيها، وتتابع مستجدات المعلومة ويصدر قرار تعلق الدراسة من مدير التعليم مباشرة. طيب الآن أسرع وأسهل واكثر وضوح ايضا. يعني في بعض اداره التعليم، يعني لو تسمح لي في هالنص او هالكلمه، انه بعض ادارات التعليم انها ودها تقول الوزاره ترى احنا كويسين وما بنعلق الدراسه، هل هذا موجود بالوزاره ولا لا؟ لا انا ما اعتقد انه موجود، لان الدليل الاجرائي واضح يا عبد الله، واضح بحيثياتها العلميه. يعني حدد مثلا انه متى تعلق الدراسه، تعلق مثلا اذا كانت الحاله المطريه كذا، حددها الجهات المختصة هيئة الأرصاد. إيه؟ حددتها بشكل علمي. التقلبات الجوية الأخرى في حالة الغبار، في حالة أيضا حتى سرعة الرياح ومدى الرؤية، يعني هناك أشياء علمية محددة واضحة إذا بلغتها تتم فعلا التعامل مع تعليق الدراسة. إيه؟ ما أصبح فيها يعني، لكن هناك أحيانا عبد الله تحصل مثلا في الرياض مثلا. إيه؟ في منطقة الرياض يعني قد يكون على جزء منها. صحيح. يعني وجزء ما فيه مطر. صح. هذه أيضا أحيانا تكون فيها أحيانا موضوع أنه متى يعني تأتي هذه الحالة الجوية ومتى أيضا تنقشع أو تزول. أحيانا ممكن تزول قبل بدء اليوم الدراسي.
زياراتي او عاد ابو يزيد عاد عاد يجونك الطلاب يعني جنوب الرياض يكون ممطور فرضا وشمال الرياض ما يكون ممطور فيجون الطلاب يقول يا اخي الوزاره ما تحس فينا الدنيا مطر طيب انت ما عندك مطر يا طويل العمر تمام احيانا المعلومه يا عبد الله احيانا المعلومه التي تصل من الجهات وساعات العقيد ايضا ربما يؤكد هذه المعلومه انه تؤكد لك انه ترى الحاله المطريه ستخف عند الساعه الثالثه فجرا مثلا ولذلك ما في لازم لتعليق الدراسه وايضا وتراكمات المياه مثلا في الشوارع او في الانفاق ليست لا تمثل خطرا تحت المرور ايضا مطمئن على هذا الوضع فلا يكون هناك سبب يعني يتاخر التعامل مع هذه الحاله والناس طبعا ما عندهم يعني انتباه لمثل هذه الاشياء. طيب انا شاكر لك استاذ مبارك العصيمي يعطيك العافيه شكرا لك وشكرا لوزاره التعليم على هذا التجاوب معنا يعطيك العافيه. التجاوب او التعامل بينكم وبين الجهات الحكوميه احيانا مو لازم انكم تجتمعون اجتماع يعني احيانا يحتاج انه ترسلوا البعض ترى الوضع الان سيء لا انا زي ما قلت لك هي خطه موجوده أي؟ يعني بمجرد انه يجي اي انديكيشنز او يعني من مصلحه الارصاد ان فيه يعني حاله مطريه او حاله واصله او شيء كل واحد يؤدي دوره يعني اوريدي متواجدين وفي تواصل اذا صارت الحاله يعني تحتاج الى اجتماع او صارت الحاله طارئه اكثر من اللازم او لا قدر الله وصلت الى مرحله يطلب مدير الدفاع المدني من اللجنه الفوريه يطلب الاجتماع مع الجهات المسؤوله ويقررون الاشياء التنفيذيه في نفس اللحظه يعني كل عمل سريع هذه اذا كان في موضوع كان كبير جدا كان كبير يعني جدا اذا وصلت مثلا يعني تطور الموضوع او شيء وراى مدير الدفاع المدني في المنطقه انه يجب ان يكون هناك اجتماع مع فروع الوزارات اجتماع مع المنسقين يعني او المسؤولين في الوزارات الاخرى طبعا من صلاحياته يسمونها اللجنه الفوريه تجتمع قبلها قبل بدايه الحادث طبعا في اجتماع اللجان الرئيسيه وفي اجتماع اللجان الفرعيه في المدن وفي المحافظات ترى الناس دائم يعني وانت يمكن تسمع الكلام انه يلومونكم انتم والدفاع المدني ما قاعد يقول الناس لا تداومون يعني حتى اللي يداومون يعني يقول ليش الطلاب والموظفين ما فانتم تلامون ايضا ترى والله في هالجانب اعتقد الاستاذ مبارك انه وضح الموضوع طيب احنا يعني نقول لهم هم بكيفهم طبعا طيب بالنسبه في مرماهم طيب بالنسبه للتدريب تدريب موظفين العاملين في الدفاع المدني تدريبهم على راس العمل هل هذا ماخوذ عندكم بعين الاعتبار الحقيقه ولا بالخبره؟ سؤال اشكرك واقدر لان ودي اوضحه من الاساس وتمنيت انك تساله والحمد لله انك سالته. معالي مدير عام الدفاع المدني مركز تركيزنا من اول يوم استلم فيه المديريه العامه للدفاع المدني وتركيزه على التدريب على راس العمل لان هذه نظره التدريب على راس العمل مستمر عندنا في تعليمات ومشدده على جميع الادارات والفرق الميدانيه انه يكون تدريب حتى في المديريات، التدريب بشكل دوري ودائما على راس العمل، هناك يعني محاسبه، هناك يعني تقييم لعمل التدريب ونناقش دائما اجتماعات ورش عمل في المديريه العامه للدفاع المدني يجمعون جميع المديريات والمناطق، شوفون ايش سووا على موضوع التدريب، الحمد لله التدريب عندنا ماشي الحمد لله يعني ممكن تشوف الدفاع المدني وعمله مواجهه الحوادث والاخطار، الحمد لله يعني اذا كان في اشياء جزئيات بسيطه فهي اشياء فرديه او انها يعني ما تبقى. انا امس عرفت انه كان في 400 حادث موجوده في منطقه مكه المكرمه تعامل معها الدفاع المدني بشكل جيد، لكن كان في حادث واحد سوى لكم مشكله وصداع امس. والله اعتقد انه يعني المتحدث الاعلامي طبعا في كل منطقه في متحدث اعلامي هو يعني يقيم الموضوع واعتقد انه الدفاع المدني انه يعني صرح بما حدث يعني اكتفي بما قال بس هذا احيانا يقود الناس انه شفت ترى ما في تدريب قايلين لكم، لكن انتم كان في 400 حادث غطيته بشكل مميز الحمد لله. ففي الغالب بعض الناس انه يجي يقول ياخذ هذه ينتقيها ويجي يتعامل معاكم بناء على هذا الحادث انه الدفاع المدني ما سوى والدفاع المدني ما سوى. الدفاع المدني الان في الرياض عنده زوارق صغيره وعنده اكيد موجوده حتى في كل شيء مغطى في جميع مناطق المملكه. طيب الحمد لله التجهيزات عندنا زي ما قلت لك يعني الحمد لله الدوله ما قصرت التجهيزات عندنا على مستوى العالم نعتبر من الناس المميزين في التجهيزات. ابغى منك كلمه اخيره باختصار لنا احنا اللي احيانا اذا جاء المطر طلع هو عياله البر. اعطنا كلمه لهم بخصوص. والله اتمنى اولا يعني في حاله وجود حاله مطريه او تنبيهات انه مواقع التواصل في الدفاع المدني او موقع الدفاع المدني انه الانسان قبل ما يخطط لاي رحله ياخذ التعليمات لانه من التعليمات هذه يقرر المكان اللي يعني لا يروح الاماكن اللي فيها لان الدفاع المدني يقول لك المكان اللي بتروح له او ممكن انت في بالك مكان محدد الدفاع المدني محط تنبيه ليش المكان هذا يعني نتمنى من الجميع ومن المقيمين والمواطنين عدم المجازفه صح. لانه احيانا صح الجو ممتاز وهي فرص تعرف الرياض يعني ما يجي الجو لا في فترة
فعملية المجازفة لأن بعضهم خلاص طقوا مش خلاص لا ما يدري إيش اللي قدامه أو ما يصير حادث أو ما ينتظر يعني التعليمات ولا يكلف نفسه إنه يشوف التنبيهات الدفاع المدني. نتمنى من الجميع السلامة لهم، وحنا الدفاع المدني دائما دائما عندنا تعليمات وموجودة في جميع الوسائل، عندنا تويتر، عندنا موقع الدفاع المدني، عندنا إنستغرام، عندنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنت المعلومة موجودة، بس أنت يا أخي المواطن عليك أنك تبحث عليها. أنا شاكر لك على حضورك دكتور سعد بن سعيد القحطاني، شكرا جزيلا لك. أبارك شكرا الله. جزيلا للدفاع المدني. الشكر موصول لكم. الله يبارك. شكرا. بارك الله فيك. مطر مطر أنشودة المطر بكل قطرة من المطر، بكل قطرة من المطر هي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد. بعد تعطل قطار سار المرة الأولى من تشغيله بالرحلة المتجهة من القصيم إلى الرياض مساء السبت بتاريخ 2/7/2017، توقف الرحلة لمدة ساعتين. هذا تسبب في حدوث حالات إغماء بين الركاب وحالات اختناق لأطفال وكبار السن. تقدمت سار بخالص اعتذارها للركاب عن التوقف للرحلة المتجهة إلى الرياض آنذاك. ينضم لي هاتفيا المهندس فهد المسيطير، مشرف مركز التشغيل والتحكم بالشركة السعودية للخطوط الحديدية. حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. الاستعدادات عندكم لما يكون في تغير في أحوال الطقس سواء غبار أو مطر وشي؟ طبعا أخوي زي ما تفضلت أنت قبل شوي بالنسبة للحالات الطقس والتغيرات الجوية، حتى في الشركة السعودية للخطوط الحديدية تحديد في مركز التحكم نعتمد على تقنية التنبؤ بالطقس، وذلك الجزء من أعمال الصيانة والجولات التفقدية لأجزاء محددة من السكة من السكة الحديدية التي تكون فيها الضرر سواء من ناحية الأتربة أو من ناحية الأمطار، وذلك يتأكد من خلو هذه الأجزاء من سواء من الأتربة أو من أضرار جراء هطول الأمطار غزيرة في مثل هذه الأوقات، وذلك لضمان على مسؤولية السلامة للركاب. ترسلون لهم إذا كان في الجو بيكون مطر وعندكم معلومات ترسلون للركاب انه ترى بنأجل الرحله لسلامتكم؟ طبيعي، عندنا احنا الفريق خدمه العملاء يتواصلون بشكل مستمر مع الركاب والمسافرين، وذلك بالتنسيق مع مركز التشغيل والتحكم. اذا كان في اي سواء تاخير في مغادره القطار او في الوصول، وذلك انه يكون فيه القطار راح يهدي في مناطق معينه. طيب المهندس فهد المسيطير، شكرا جزيلا لكم في سار على جهودكم الكبيرة، ويعطيكم العافية ومبروك افتتاح محطة حائل. شكرا لك. وعود كل سنة تبقى جدة دائم على حالة، ما يتغير شيء في عروس البحر الأحمر. الغرق من 2009 أصبح مسلسل يتكرر كل عام، لكن الفكرة أنه ترى اللي صار بالأمس كان في 14 سد شغالة بشكل إيجابي، فاللي صار أمس مجرد يعني شغل الأمانة. الأمارة سوت 14 سد. خلنا نشوف التقرير هذا ونرجع من ثاني. لماذا جدة تغرق؟ سؤال يستحيل جوابه. ففي عام 2007 تقريبا اعتمد أمين محافظة جدة وقتها مليار ريال من أجل تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية لجدة وداخل الأحياء، وشكل عددا من اللجان وقتها، وتمخض الجبل فولد حلولا ووعودا أعلن حينها أنها ستكون جذرية. وما أقرب الأمس، وكأن لسان حال المطر يقول لتلك اللجان إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فخلال 10 سنوات الماضية غرقت محافظة جدة أكثر من مرة، ليتكرر المشهد في صورة لمسلسل ممل لا تظهر أن نهايته قريبة. ولم تنتهي تلك السلسلة حتى مساء الأمس. دراسة درست ودراسة دارسة تنتظر الدراسة من لجنة قررت أن الدراسة الأخيرة تحتاج بالطبع إلى دراسة، وتظل جدة تغرق ولم تنتهي تلك الدراسات. حلول طويلة الأمد لم ترى النور، وحلول لمشاكل أنية تعيد بناء المشكلة من جديد. قيل أنها تعمل على حل الكثير من الكوارث بعد الكثير من الكوارث، كهذه الشفطات التي تسحب المياه من الأنفاق الغارقة لتعيد ضخها إلى الشوارع الرئيسية، وما تلبث تلك المياه أن تعود لنفس النفق
يتم سحبها بنفس الشفاط، ويبقى السؤال: لماذا جدها تغرق؟ أصدق بوعدك يا انضم لي هاتفيا من جدة المهندس ناصر المتعب، مساعد الأمين للبلديات الفرعية بأمانة جدة وعضو لجنة الأمطار. حياك الله. حياك الله أخي عبد الله. الوضع في جدة إلى وين رايح؟ والأمانة رايحة بالناس إلى وين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأمانة والوضع إن شاء الله في جدة، بالنسبة أنت تتحدث أخوي عبد الله عن الأمطار أو كعموم أمانة جدة مع في جدة؟ لا لا، أنا أتكلم عن الأمطار يا سيدي. أي نعم، اللي صارت بالأمس. نعم، فلا لو كان الكلام عموما على أمانة جدة، فأمانة جدة في عدة مشاريع كثيرة بنسويها. أكيد. بالنسبة للأمطار أنتوا قاعدين تسوون مشاريع الآن للأمطار؟ لا، أنا أقول لك كثير مشاريع بتسويها أمانة جدة فيما يخدم المدينة. لا 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 لا، بالنسبة لجزئية الأمطار. الأمطار يا سيدي. بالنسبة لجزئية الأمطار يعني معالي الأمين وشكل لجنة الأمطار وعضوية سعادة الوكلاء ومدراء العموم والمختصين للاستعداد دائما، وضع خطة أمطار جاهزة على مدار العام لمواجهة أي أضرار تحدث من هطول الأمطار سواء في الموسم أو غير المواسم. فحيث على طول من يوم يصلنا التنبيه بوجود أمطار واحتماليتها، على طول اللي تعقد واللجان تباشر عملها الميداني. وش تسوي اللجان هذه الآن؟ يعني اللجان اسمح لي أقول لك أنه كل اللجان هذه الواجب أنها ما تجتمع. ليش تجتمع؟ مو لازم يعني. الشارع غرقان، الشارع غرقان، وانتم عارفين من 10 سنوات انه الشوارع غرقانه والناس مستاءة من امانه جده، وانه امانه جده ما طلع مسؤول واحد يوم من الايام يتحمل مسؤوليه ما يحدث في الشوارع. اللجنه لن تجتمع بعد هطول الامطار، اللجنه دائما على مستوى امانات المملكه تجتمع قبل هطول الامطار. فبعد هطول الامطار على طول الفرق الميدانيه تباشر عملها. ايه طيب تمام. عندنا في تقارير وخطة الأمطار دائما مقصود المناطق الحرجة والمناطق اللي هي الأكثر تضررا من الأمطار. مهندس ناصر، نعم تفضل، ما تزعل مني. المهندس ناصر، المهندس هاني أبو راس تكلم وقال إنه جدة خلاص من الشمال إلى الجنوب، وتصريحات طلعت كل الناس تداولوها، ومليارين ريال من أول تكلم الأمين السابق، كلام قاعدين نسمعه كل يوم والثاني. لو لم تتدخل الأمارة وتسوي مشاريع خطر درء السيول، والسدود الـ 14 كان بيصير شيء ما هو بسيط. أنتم الأمانة ما تقومون بدوركم أبدا. لا شك أن المشاريع السدود قامت بدور كبير. بس لو أعطيت لكم كان والله صرنا زي نفس المواعيد مليار. لا كلمة لو، كلمة لو هذه يعني لا احتماليات كثيرة. لو ولو أنه أعطيت لنا أو يعني ما أنت أعطيت لكم يا سيدي ولا سويتوا شيء. أعطيت لكم مشاريع مليارية وما صار شيء. الناس لا زالت الشوارع تغرق والتقاطعات تغرق والكباري الجديدة تغرق. وأنا قلت لك يا أخي الكريم، عندنا 1600 عامل وعندنا فوق 500 مهندس تباشر أعمالها الميدانية قبل هطول الأمطار. يا سيدي العمال وال1600 عامل هذول انا ما احتاجهم اذا كانت في تصريف سيول. معك جده مغطاه بتصريف السيول 18% فقط. اتفق معك انه لو في الشبكه مكتمله انا ما احتاج ال1600 عامل ولا احتاج 500 معدة. تمام، طالما انه لا يوجد عندي الشبكه اللي مغطيه 18% انا ما اجد عاجز ولا اجد حلول اخرى. تمام. طيب. ال1600 عامل من بينهم شباب سعوديين ينزلون الميدان ويباشرون الاعمال، واذا عندنا 500 عده، فبحيث انه نحاول احنا نقرب الزمن باقصر ما يمكن. طيب انا في الاخير شاكر لك على ظهورك وهذه الشجاعه انك تظهر مهندس ناصر المتعب. عبد الله ما احنا بالعكس، احنا عبرنا اذا كان امس ما ظهرنا انا تابعت جزء من الحلقه بعد اليوم، فاعذرنا اذا ما تدخلنا امس لانه كنا في الميدان بصراحه. شوف انا اخوك، انا شخصيا انا ما بيني بينكم شيء ولا ابغى منكم شيء ولا تبغوا مني شيء، لكن انا دائما اتكلم انه لما المسؤول يتحمل مسؤوليه يقول انا والله لازم امشي.
عشان الناس مستاءة جدا منكم. فأنا شاكر لك، أباك تشوف التقرير هذا يا سيدي، ونبغى نرسله لكم في الأمانة تشوفونه بعد وتطلعون عليه. بالعكس يا أخوي عبد الله، احنا طيب نستفيد من اي تقارير تطرحها اي وسيله اليك. طيب انا شاكر لك. واي ملاحظه ترصدونها ايه؟ وتاكد انها تؤخذ بعين الاعتبار. طيب باذن الله. تعالى. شكرا جزيلا لك المهندس ناصر المتعب، يعطيك العافيه والله يقويكم. خلونا نشوف التقرير. جده ما بعد الغرق. خضعت مدينه جده لاختبار حقيقي في مدى جاهزيتها لاستقبال المطر، وكانت نتيجتها كارثيه، الا ان النجاح كان معجزه على عروس البحر الاحمر، ولم تفرح المدينة وسكانها بزخات المطر. بالنسبة لنتائج الأمطار يوم أمس على منطقة مكة المكرمة، بناء على المصادر من المركز الوطني للعمليات الموحدة، عندنا 4 حالات وفاة، 2 منها صاع كهربائي، و2 إحداها انهيار جدار على شخص، نجوا منه 3 أشخاص، وصاج حديدي أيضا انهار على شخص أدى إلى وفاته. من ضمن الحالات الصاعق الطفل ايضا فيها تقريبا 5 اصابات سجلت امس. الدفاع المدني يوم امس باشر نتيجه 1500 بلاغ، وصلوا 400 حاله انقاذ، نفذ منها 399 حاله، وحاله تم انقاذها عن طريق المتواجدين. وعلى الرغم ان كميات الامطار المسجله بحسب مرصد جامعه الملك عبد العزيز بلغت 24 ملمترا، الا انها كانت كفيله باغراق مدينه تقدر مساحتها ب 5460 كيلومترا مربعا، ولم يفرق الغرق لجدة بين شمالها وجنوبها وغربها وشرقها. المجلس البلدي خلال السنتين قام بعدة اقتراحات، أيضا عالج أو ناقش هذه المشكلة، وقدم للأمانة ما يرى، طلب من الأمانة معالجة بعض المواضيع، والأمانة المفروض أن تظهر بشفافية وتشرح ما تم وما سيتم وما هي المشاريع المخطط لها. أمطار جدة تدق ناقوس الخطر. الأمطار أعادت لسكان مدينة جدة ذكريات مأساتهم مع المطر في كارثة عام 2009، فبعد دقائق من هطوله أصبحت شوارعها غير قادرة على تصريف المياه، فغرقت وغرقت معها أنفاق المدينة التي استحالت إلى برك مياه كبيرة، كما غرقت كل التصريحات الصحفية التي أمطر بها المسؤولون بأنهم جاهزون للسيول والأمطار. الأمطار التي يتمناها الجميع والتي تحمل بشائر الخير، إلا أنها أصبحت مصدر قلق لسكان جدة. فمن المسؤول؟ محمد بن مشهور، الإخبارية، جدة. حياكم الله من جديد. اليوم احنا حاطين لكم بس انشودة المطر، يعني عشان نلطف شوي، أنا قدر الاستطاعة نلطف الجو. معي هاتفيا من جدة حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. حياك الله أستاذ حسين. أهلا وسهلا. حياك الله. الحالة المطرية في جدة هل كانت مستواها عالي جدا بحيث أنه كانت صعبة؟ يعني 35 ملي تصور إلى 30، هل هذه كانت أعلى أو 2009؟ نعم، بالمقارنة ما بين أمطار الأمس وأمطار 2009 و 2011 تمثل الحالة ثلث ما كانت عليه في 2009 و 2011. مستوى الأمطار أعلى، معدل للأمطار سجلت في جدة يوم أمس لم تتجاوز ال 35 مليمتر. وكان في 2009 و 2011 كم كانت؟ تجاوزنا ال 95 مليمتر. إذن الأمطار كانت عادية جدا في جدة، يعني تعتبر شبه غزيرة. طيب، مقارنة بالفترة الزمنية اللي هطلت فيها. طيب، ماذا عن بقية مناطق المملكة؟ بشرنا في أمطار وفي خير إن شاء الله. نعم، الموسم موسم مطير على معظم مناطق المملكة، وخاصة الشريط الساحلي الشمالي والغربي من المملكة. هذه فترة مطيرة عليها بشكل جيد، وأيضا المناطق الوسطى من المملكة. هذه الحالة انتهت وتقلصت بشكل كبير، سخون الكتل الهوائية تساهم في انخفاض درجات الحرارة، لكن ما زادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير أن تكرار مثل هذه الحالة واردة خلال الفترة القادمة، نظرا لكونه موسم أمطار على المملكة. الله يسمعنا كل علم زين. أخوي حسين القحطاني شكرا جزيلا لك، وأشكرك دائما مشاركاتك معنا، يعطيك العافية. في 2013 واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على حايل ومحافظاتها، هذا تسبب في تكدس السيارات في عدة طرق رئيسية وفرعية، حيث جندت الإدارات الأمنية جهدها فيما أعلنت الحالات الطارئة لموسم الأمطار. هذا وعانى السائقين من تجمع المياه في الطرقات والميادين بسبب سوء التصريف، هذا الأمر اللي يعاق الحركة المرورية في الكثير منها. وخلونا نشوف مين اللي معنا يا شباب، أعطونا اللي معنا. طيب خذوا الكليب. Thank you.
الوقت ترى مرة. ينضم لنا في استديوهاتنا بحايل الدكتور عايد عواد رئيس بلدية وسط حايل. حياك الله دكتور عايد. حياك الله أخي عبد الله. الله يطول عمرك. هل حايل بتحدث فيها يعني سيول وامطار ممكن تضر الناس أو تضر بعض الممتلكات ولا أنتم مستعدين كأمانة حايل؟ أخي عبد الله حيك بتحية الإسلام ونشكر قناتكم الأخبارية الموقرة. حياك الله. وبرنامجكم الراصد والقائمين عليهما. حياك. نحمد الله الذي عمى بغيثه مملكتنا الحبيبة. آمين. الحمد لله كان بالبارحة وبالأمس هطلت أمطار غزيرة وكميات كبيرة على مدينة حايل. إيه. وطبعا تم معالجة الوضع وفق خطط مدروسة ومقسمة المدينة إلى تقريبا ثلاث محاور. إيه. كل محور يضم بلدية بجميع إمكانياته، بلدية الوسط، بلدية الشمال، بلدية الجنوب. فكل بلدية فيها من الإمكانيات من المعدات والآليات والإمكانيات البشرية. طيب حائل مغطاة بكم بالمية تصريف سيول؟ تقريبا حائل مغطاة بما نسبة لا تتجاوز 18% تقريبا النسبة. ما شاء الله صرتوا زي جدة. يعني الآن إن شاء الله بحدود هالرقم هذا. طيب في أماكن بحايل دائم يتجمع فيها المطر، وش سويتوا لهالأماكن؟ عارفينها تو يعني هي أماكن بسيطة. طبعا كانت هناك أماكن في الأعوام السابقة تم رصدها سواء من الفرق الميدانية أو من مركز البلاغات أو من قبل الدفاع المدني. فتم عمل لها جدول زمني. إما تم إنهاؤها في حينه أو من ضمن مشاريع تحت التنفيذ الآن أو بمشيئة الله ضمن مشاريع تحت الترسية، وهذا ما يخص أمانة منطقة حائل. طيب أنا ودي بس دكتور عايد وبعد حتى الضيوف اللي من الأمانات الأخرى، لأنه كل أمانات المملكة شبه أمانات المملكة موجودة معنا اليوم، ودي نتكلم بكلام يفهمونه يعني أمهاتنا رحمة الله على الميت والله يطول عمر الحي، لكن ودنا نفهمون أمهاتنا هل يطلعون عيالهم ولا ما يطلعون. نبي نتكلم كلام شوي يعني سهل. الشوارع اللي موجود فيها مشاكل انحلت إن شاء الله؟ والله إن شاء الله تعالى، مثل ما ذكرت سابقا ومثل ما ذكر العقيد قبل شوي، قالتنا الحالة المطرية والحالة الجوية لابد هناك يقيمون هل المواطنين بحيث هل يطلع خارج المنازل حسب توجيهات الدفاع المدني. طيب احنا دكتور عايد نبي نشوف الأمطار إن شاء الله مستمرة وانت موجودين وحنا موجودين على هالطاولة، طالما حنا موجودين بنتناقش معكم بهالنقاش. هالحين حنا نسألكم وبعدين ممكن نجي نقول لكم ليش غرقت هالأماكن. أنا شاكر لك الدكتور عايد عواد رئيس بلدية وسط حائل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. حوادث غرق الشوارع المتكرر في مختلف مناطق المملكة كان للمنطقة الشرقية نصيبها أيضا. العام الماضي غرقت أنفاق في طريق الدمام والخبر، عطلت مصالح الناس واتلفت بعض الممتلكات وتسببت مياه الأمطار اللي هطلت على الدمام في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع وأغلقت عدد من الأنفاق. خلونا نشوف الكليب هذا وراجعين من ثاني. ينضم لي هاتفيا من الدمام محمد صفيان المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية. حياك الله أخوي محمد. الله يحييك يا عبد الله، يحييك ويحيي جميع السادة المشاهدين. الأمطار جت وتصريحاتكم ترى ما جف في الحبر، وش توعدنا فيه الأمان الفترة الجاية إذا جت أمطار للمنطقة الشرقية؟ طبعا أخوي عبد الله دعني أتحدث معك شوي عن اللي حصل العام الماضي. من أمطار استثنائية. احنا دائما عادة تخطيط المدن لا يبنى على كوارث أو حالات غير طبيعية، يبنى دائما على حالات معدلات طبيعية، حالات مطرية عادية. ولكن اللي حصل العام الماضي كانت حالات استثنائية،
وبالتالي أصبحت عندنا بعض الأماكن التي نحن نعاني أصلا منها من ارتفاع من سوء المياه وعدم وجود أصلا شبكات تصريف صرف صحي. وبالتالي أصبح ارتفاع من سوء المياه. ولكن في هذه السنة بدأ مشروع في حي الفخرية ويخدم الأحياء الجنبة في مشروع تصريف مياه أمطار ب 91 مليون قبل شهر. وهناك أيضا محطة في حي ندى الآن تصريف مياه أمطار. كذلك الأمانة قامت بالاستعداد المبكر توجيهات لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه. تم عقد اجتماعات لجاهزية كافة محطات تصريف المياه البالغة 44 محطة بطاقة أخوي محمد باختصار بس أنا أبغى أعرف كم مغطات المنطقة الشرقية الآن يعني لمواجهة السيول والأمطار؟ تغطية شبكة التصريف كم؟ شبكة الحاضرة 57%. هناك عدد من المشاريع الأمانة ماضية في هذا البرنامج في جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار في الأماكن الغير مخدومة. تم قبل حوالي أسبوع تم كبيرة لشفاء كذلك عدد من المراكز المدنية كذلك تكثيف عمال النظافة جميع الأريات في كافة الأماكن كاستعدادات مبكرة في جميع مدن الحاضرة وكذلك بالدليل في المنطقة الشرقية بشكل عام. طيب أنا شاكر لك من الدمام محمد صفيان متحدث رسمي لأمانة المنطقة الشرقية هذا الكلام وهذه التصريحات نتابعها إن شاء الله. في عام 1437 تسبب هطول الأمطار في القصيم في إغراق أشهر المواقع بالقصيم وهو شارع الخبيب بمحلاته الواقعة بالشارع والمنازل الخلفية والسيارات اللي كانت موجودة في حينها. هذا تسبب في خلو الشارع من الحركة التجارية والمرورية. وينضم لي عبر استديوهاتنا في القصيم الدكتور صالح العامر الوكيل المساعد للخدمات بأمانة القصيم. حياك الله دكتور صالح. بشرنا وش الأمور في القصيم إن شاء الله وش الاستعدادات عندكم؟ والله إن شاء الله أمانة القصيم مثلها مثل الأمانات الأخرى لها واجبات وهي فرصة صحيحة فرصة طيبة أن نعرض هذه الخدمات عبر برنامجكم الراصد. إحنا ما نبي تعرضون الخدمات، أنا أبي أقول المشاكل اللي صارت في 2015 هل بترجع؟ يعني بتنزلون للشارع أنت وكل المسؤولين بالقصيم ونشوف هالمشاكل اللي كانت ولا بتكون الأمور طيبة؟ هذا السؤال بس. إن شاء الله إن شاء الله تكون الأمور طيبة بإذن الله الواحد الأحد. الأماكن اللي تجمعت فيها الأمطار هل هي سليمة؟ نعم سليمة، لكن إذا حبيت أشرح لك المشكلة كانت كيف. أولا نسبة الأمطار التي نزلت كميتها كانت عالية جدا 164 ملي صح، والطاقة القدرة الاستيعابية لدينا 50%. هذه الكميات العائلة العالية تسببت بارتفاع منسوب المياه وأدى إلى إطفاء المولد الكهربائي المشغل للمحطة الضخ. ثم عاد الحمد لله عولجت المشكلة حيث تعاونت الأمانة مع الدفاع المدني مع شركة الكهرباء وتم توصيل كيبل هوائي وتشغيل المضخات ثم يعني كملنا برنامجنا المعتاد. وش توعدون الناس السنة هذه إذا جت أمطار يعني ما كانت متوقعة؟ وش توعدونهم فيه؟ الخبيب بيقفل من جديد ولا؟ لا إن شاء الله الأمانة الآن عندها خطة طوارئ مستمرة وبدأت دراسات يعني بدأ عرضها والاتفاق عليها قبل شهر مع سعادة الأمين المهندس محمد مجلي والوكلاء وأيضا هناك ارتباط بالوزارة في يعني في فيه خطة مكتملة الأركان وأيضا تم معالجة كثير من المشاكل وإنشاء بعض المشاريع لمعالجة خاصة في المواقع الحرجة. طيب خليك معي هاتفية من القصيم الخبير الفلكي دكتور خالد الزعاق. حياك الله دكتور خالد. الله يحييكم. مدى كارثة أمطار بريدة اللي كانت في السنتين الماضية هل بترجع هالسنة؟ في توقعات عن هالموضوع أو لا؟ الكارثة ليست من كمية الأمطار، الكارثة من سوء البنية التحتية. أنت بتزعل الأمانة كذا يا دكتور؟ نعم بتزعل الأمانة عليك وهم جيرانك ترى.
والله أنا أتكلم من واقع، من واقع أنه ممتاز. الأمطار كانت الطبيعية ايه؟ ولا يجادل في ذلك أحدا. يعني الأمطار كل يعني نزول الأمطار خاصة في هذه الأيام يكون أمر متوقع، ولم يحدث عندنا يعني كمية هطول أمطار خارجة أو خارجة عن 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 نطاق المعقول أو شاذة مناخيا. هالسنة طيب وش لا لا وش لا وش التوقعات عندكم؟ بحول الله أن هذه السنة أو أن نعيش الآن في حالة مطرية، والحالة المطرية الآن نعيش في ذيل الحالة المطرية وستنتهي في يوم غد بحول الله، ويعقبها دكتور خالد معدلات شتوية، ومن ثم يعود الدف كرة ثانية، ومن مرة الأسبوع القادم ستلج علينا حالة مطرية جديدة سيكون تركيزه على المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وأجزاء من الغربية تقريبا سير هذه الحالة الجديدة المتولدة سيكون نفس سير الحالة المعاشة حاليا، لكن التركيز سيكون على المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية على 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 خلاف هذه الحالة المعاشة لأن تركيزها كان على المنطقة الغربية. دكتور خالد الزعاق شكرا جزيلا لك، والدكتور صالح العامر من أمانة القصيم اللي زعلان علينا بعد تقريرنا عن الفحم شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله الأمور تضبط معكم إن شاء الله. قامت الأمطار في منطقة جيزان على مدى الأعوام الماضية بعجز، يعني شيء صار اسمه عجز المسؤول عن جولات تفقدية لاكتشاف مدى جاهزية مشاريع تصريف السيول لاستقبال الأمطار. هطلت أمطار شعبان 1431 غرقت جيزان، واستمر مسلسل الغرق عام بعد عام حتى كان آخرها ما حصل في أمطار شوال 1437. ومع ذلك نسأل يا ترى هل سيتكرر المشهد مرة أخرى؟ ينضم لي من استديوهاتنا في جيزان محمد الشايع عميل منطقة جيزان، حياك الله أستاذ محمد. أهلا أخي عبد الله حياك الله. نسمع دائم عن مشاريع مليونية عندكم، لكن بمجرد نزول الأمطار نبدأ نشوف الأمور تختلف وتقولون المنسوب عالي والمنسوب نازل، فأعطينا أنه تصورك عن الأمطار إذا جت جيزان إن شاء الله بتكون الأمور طيبة. قبل كل شيء حقيقة نقول المثل تفاعلوا في الخير تجدوه، وإن شاء الله أن الخير مقبل والخير إن شاء الله لا يضر بإذن الله. استعدادات الدولة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية واضح. أسمعك يا سيدي، أسمعك يا سيدي. تسمعني؟ أي أسمع. استعدادات وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة المنطقة مثل كل عام حقيقة، وهي تستعد أو دائما مستعدة لهذه الاحتياطيات عبر بلدياتها وعبر أيضا الشركاء في غرفة العمليات المشتركة في أمارة المنطقة، وأيضا عبر إدارة الكوارث التي تدير هذه المنظومة، منظومة البلديات. حقيقة استخدمنا الإنذار المبكر في حالة الحاجة إلى التدخل من قبل البلديات، بحيث يكون هنالك قسمنا المدينة إلى أكثر من دوائر أو المنطقة بأكثر من دوائر حتى نسمح بتسمح بسرعة التجاوب ما بين البلديات بعضها لبعض، نظرا لاختلاف التضاريس التي تمتاز بها منطقة جازان، وأيضا المسافة القصيرة التي تقع ما بين الجبل إلى البحر، وقوة انحدار المياه الواردة أيضا ومتجهة من الجهة الجنوبية إلى طيب إلى البحر. أستاذ محمد هذه أنا بس أبغى نقول كلام عملي، جيزان كم مغطاة تصريف سيول؟
25% المدينة. إيه طيب، تغطي هذه كل الأحياء 25% ولا باقي في أحياء كثير ما تغطت إلى الآن؟ لا، الأحياء ذات الضرر الأكثر والمنطقة المركزية غالبيتها، وبعض الأحياء من أحياء المطار، وبعض الأحياء التي طيب مكتظة في السكان. أما الحاجة فعلا فالبلدية لديها برنامج ولديها استراتيجية في هذا الموضوع. طيب إن شاء الله أنها ستغطي كل المنطقة وليس فقط مدينة طيب جازان. أستاذ محمد الشاي، إحنا نحتاجكم كثير في الأمانة، فأرجو أنكم تطولون بالكم علينا، وأنا شاكر لك اليوم على حضورك، لكن ترى معي أمانات كثير من المملكة فكلهم نبغى نأخذ منهم آراءهم. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية وإن شاء الله موفقين. شهدت منطقة عسير وضواحيها أمطار غزيرة متفرقة كانت عام 1438 العام الماضي، أدت إلى غرق عدد من الأحياء في المدينة نتيجة السيول، من بينها حي المنسك وأحياء في خميس مشيط وحدر فيدة، في ظل حركة السيول القوية داخل الأحياء. ينضم لي من أبها المهندس أحمد المسفر، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة عسير. حياك الله مهندس أحمد. الله يحييك أخ عبد الله. الله يطول عمرك. الكرام. استعدادات الأمانة للفترة الجاية، هل بنشوف مثل هذه المناظر في السنة هذه ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأمانة بعد الأمطار اللي حصلت العام الماضي، عملت أكثر من خطة على أكثر من محور. أولا الاستعداد بالنسبة لتهذيب مجاري الأودية وإزالة التعديات على الأودية، كذلك بدأت الأمانة فعليا في المناطق اللي ذكرت بعمل عبارات وعمل مشاريع إن شاء الله تخدم المنطقة في الفترة القادمة. ونقول نحن بدأنا فعليا في تنفيذ العديد من المواقع الحرجة اللي تم دراستها هيدرولوجيا وهيدرولوجيا، واعتمد لنا في عام 2017 بعض المشاريع اللي بدأنا فيها فعليا. طيب. وأيضا هناك طبعا يعني بالنسبة للأمطار المتوقعة هذه الأيام هناك استعداد من قبل الأمانة وفرق الطوارئ. طيب أنا شاكر لك أحمد المسفر، الكلام هذا كله جميل، أهلنا في تبوك ينتظرون إيش تقول لهم الأمانة هناك. أنا شاكر لك ونحتاج أمانة عسير كثير، شكرا لك يعطيك العافية. شهدت منطقة تبوك شمال المملكة العام الماضي في أجزاء متفرقة هطول أمطار غزيرة، وشهدت بعض المحافظات جريان للسيول في أماكن ما كان معتاد منها. كأن طفلا بات يهدي قبل أن ينام. ينضم لي من تبوك المهندس إبراهيم الغبان، وكيل الأمين للخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة تبوك. حياك الله مهندس إبراهيم. أهلا وسهلا، الله يحييكم. استعداداتكم يا سيدي للأمطار إذا جت إن شاء الله عندكم في تبوك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بتوجيه دائم وبصفة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، ومن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ومتابعة من سعادة أمين منطقة تبوك الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان. قامت الأمانة بالاستعدادات المبكرة لهذا العام وكل عام، حيث تم تقسيم مدينة تبوك إلى 4 مناطق. أيوة. مدينة تبوك يمر بها 3 أودية رئيسية، هي وادي البقار، وادي ضبعان، وادي أبو نشيفة. طول الأودية حوالي 92 كيلو متر، يخص الأمانة منها 68 كيلو متر. جميع الأودية بفضل الله تم فتحها الآن. أي. وجاري العمل على التكسيات الخارجية. معك. سامعني يا أستاذ عبد الله؟ سامعك يا سيدي، سامعك، كمل تفضل. أنا سامعك يا سيدي، تفضل كمل. مش قادر يسمعني مهندس؟ تسمعني مهندس إبراهيم؟
مهندس تسمعني ولا ما تسمعني؟ يعني بدي أعطي نبدا عن تصريف مياه الامطار. اتفضل. تصريف مياه الامطار بدت في عام 1933 بلغ اجمالي قيمه تصريف مياه الامطار اكثر من 350 مليون ريال، نفذ منها اعمال بقيمه 243 مليون ريال، اعمال المتبقيه 106 ريال لا زالت تحت التنفيذ. مدينه تبوك يوجد فيها اكثر من 920 نقطه تجمع مياه، 18 نقطه حرجه تغلبنا عنها بمشيئه الله، 10 انتهت، 8 نقاط حرجه حتنتهي ان شاء الله، نفذنا منها حوالي 70%. ما شاء الله. في خلال شهور معدوده حيكون انتهينا من النقاط الحرجه اللي هي تسبب اغلاق الشوارع. في 900 نقطه داخل احياء سكنيه سيتم تنفيذها ضمن الميزانيات القادمه. تبوك الدرء اختار تبوك كم غطات بالمئه؟ قيمه اعمال الدرء 351 مليون، نفذ منها اعمال بقيمه 305 مليون ريال. الاعمال المتبقيه 46 مليون ريال لا زالت تحت التنفيذ، وتتضمن أعمال ترابية وتكسيات خرسانية وإنشاء 3 عبارات وعبارات تحت التنفيذ إجمالي 4 عبارات. كلها هذه كل الأودية 3 طولها 95 كيلو متر. إحنا استعداداتنا إحنا مستعدين الآن، إحنا عندنا مجهزين بمشيئة الله حوالي أكثر من 1000 عامل ومشرف وأكثر من 243 معدة وأكثر من 27 مضخة. طيب أنا شاكر لك مهندس إبراهيم الغباني، يعطيكم العافية في أمانة تبوك، وإن شاء الله أنه هذا الجهد إن شاء الله أنه يجد إن شاء الله الفترة الجاية صور جميلة جدا عنكم، هذا اللي أتمناه. أنا شاكر لك وشاكر لأمانة تبوك هذا التواجد، أمس متهاوشين واليوم جايين تقولون اللي تبغون، فعشان نقولكم ما بيننا وبينكم شيء. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. حياكم الله. في آخر تقرير اليوم لفرمان، إذا تذكرون فرمان الباكستاني اللي أنقذ 14 نفس ثم توفاها الله وكرمته المملكة العربية السعودية. اليوم حاولنا أن نكون قريب من كل أمانات المناطق ونسمع منهم، وخلوكم تسمعون وأنتم تقيمون ما تسمعونه منهم. استودعكم الله، يوم الأحد القادم موعدنا، مع السلامة. ما بعد الغرق، خضعت مدينة جدة لاختبار حقيقي في مدى جاهزيتها لاستقبال المطر، وكانت نتيجتها كارثية، إلا أن النجاح كان معجزة على عروس البحر الأحمر. ولم تفرق. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفلا بات يهدي قبل أن أن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود. أتعلمين 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 أي حزن يبعث المطر، وكيف